أبرز والأهم اللي بيتابعوا يعني كل المراقبين الدوليين وكل المتابعين للشأن السياسي، القمة الأمريكية الكورية الشمالية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد مباحثات تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في سنغافورة. القمة غير المسبوقة مثلت تحول كبير في العلاقات بين بلدين تبادلا حربا كلامية خلال العام الماضي. وقع ترامب وكيم بيانا مشتركا في ختام القمة، وأكد على أنها مضت على نحو جيد، وهذه أول مرة يلتقي فيها زعيم كوري شمالي مع رئيس أمريكي لا يزال في سدة الحكم. ترامب قال إن القمة كانت رائعة وحققت تقدما كبيرا، واعتبر كيم لقاء ترامب بالحدث التاريخي قائلا إن العالم سيشهد تغيرا كبيرا. وتأمل واشنطن أن تسفر هذه القمة عن بدء عملية تمهيد لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. رغم عدم الكشف عن بنود هذه الوثيقة، فإن ترامب أكد أن نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية سيبدأ سريعا جدا على حد وصف الرئيس الأمريكي، مشددا على أن الوثيقة شاملة وتتضمن تفاصيل عدة. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الجهود التي بذلت لتحقيق أو لإنجاز هذه القمة التاريخية ما بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. بعد أن وصلت الأزمة إلى ذروتها وكادت طبول الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية أن تدق، خاصة مع اشتعال الحرب الكلامية بين الطرفين بداية العام الجاري، فاجأ الرئيسان الأمريكي والكوري الشمالي العالم أجمع بانعقاد قمة تاريخية تضع كل ملفات الصراع على طاولة النقاش. تحركات دبلوماسية سبقت انعقاد القمة المرتقبة في ضوء الترتيب والتحضير لها تمثلت في توجه فريق دبلوماسي أمريكي بقيادة سفير واشنطن السابق في كوريا الجنوبية سون كيم إلى بيونغ يانغ للقاء نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هو لتحديد الملفات التي ستتناولها القمة. وفي إطار رغبة حقيقية كما يرى مراقبون للمضي قدما نحو انعقاد تلك القمة، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجنرال كيم كونغ تشول الذراع اليمنى لزعيم كوريا الشمالية، متحديا بذلك العرف الدبلوماسية من أجل تحقيق تطور إيجابي يسعى الجميع إلى تحقيقه. والذي يعد أرفع مسؤول كوري شمالي يجرى استقباله في البيت الأبيض خلال 18 عاما الماضية. بجانب التحركات الدبلوماسية للقمة المرتقبة بين ترامب وكيم، أجرى فريق البلدين تحضيرات لوجستية في سنغافورة أسفرت عن التوافق على اختيار فندق كابيلا في منتجع جزيرة سنتوسا ليكون مقر انعقاد القمة المرتقبة، فضلا عن اتفاق الجانبين إلى تحديد موعد وصول الزعيمين وكذلك الترتيبات الخاصة بالوفود الرئاسية وغيرها من التحضيرات اللوجستية. طبعا جزيرة سنتوسا في سنغافورة دي بتشهد القمة التاريخية، ومكتوب كده بيقولوا الفرصة الأولى والأخيرة للقمة الأمريكية وكوريا الشمالية. ليه التوقيت المجريات اللي هتحصل مع أن طول الوقت كوريا الشمالية يعني بتمدح في سياسة بوتين علشان هي ده الكاسر للهيمنة الأمريكية؟ تفاصيل كتير قوي هتحصل، طبعا هنعرف تفاصيل أكتر من خلال مؤتمر الصحفي اللي هيجرى النهاردة إن شاء الله، وطبعا التغطية هتكون موجودة ومفتوحة على قناة أون لايف.